إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم أقرب وقت للحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئنا في حلقة اليوم هو أحمد خالد أحمد، طالب مصري بمدرسة أسعد بن زرارة بالمصنعة. سنتعرف عليه وعلى قراءاته بعد الفاصل. القارئ الصغير، مرحبا أحمد. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت طالب مصري في مدرسة أسعد بن زرارة. نعم. متى جيت من مصر؟ السنة الماضية. السنة الماضية. أي. جيت مع أبوك؟ أيوة. إيش اشتغل أبوك؟ طبيب. طبيب. وين؟ في المصنعة. في المصنعة. يعني أنت وأبوك جيتوا السنة الماضية؟ لا، أبوي كان يشتغل من 5 سنوات في صلالة. في صلالة. جميل. إذن والدك طبيب وكان هنا لوحده في السنوات الماضية. أيوه. وبعدين جاب العائلة السنة الماضية. أيوه. وأنت إذن هذه أول سنة تدرسها في عمان؟ ثاني سنة. وبقية صفوف درستها في مصر. صف أول وثاني كنت في السعودية. أيضا. ما شاء الله. إذن أنت جربت المناهج السعودية والمناهج المصرية والمناهج العمانية. وأريدك يعني أسألك إيش الفرق؟ إيش الفرق بين دراسة في مصر ودراسة في السعودية ودراسة هنا؟ يعني الدراسة في عمان والسعودية يعني مشابهة لبعض. تقريبا نفس المناهج. نفس المناهج تقريبا. ومصر؟ لكن في مصر يعني صعبة شوية. صعب أصعب من عمان؟ إيش فيها من صعوبة؟ يعني يعطونا أشياء لسه يعني يعني في مواد ما موجودة هنا. أيه. مثل إيش؟ اللغة الفرنسية. أنت تدرس الفرنسية في مصر. في عمان عندك درس الإنجليزية أيضا. أيوة. وإذا معناها إذا أنت أريح لك هنا في عمان أو وجدت الدراسة أكثر راحة، صح؟ نعم. جميل. وإيش المواد اللي أنت حابها يعني أكثر، سواء في عمان ولا في مصر ولا في السعودية؟ إيش المواد اللي شاطر فيها وتحبها أكثر؟ العلوم والرياضيات. عشان كذا أنت تشارك في التنمية المعرفية؟ أيوة. شاركت سنة؟ السنة أيوة، هاي السنة. وفزتوا يعني طبعا ضمن فريق المدرسة، صح؟ لكن ما فزتوا. لا. والسنة الماضية؟ لا، السنة الماضية ما شارك. ولما كنت في مصر ما كنت شارك في مسابقات؟ في مسابقات يعني أيوة شارك. مثل إيش؟ كنت مشارك في الإذاعة. ومسابقة اسمها أوائل الطلبة. أنت كنت من الأوائل يعني. في مصر، صح؟ أيوة صح. وفي عمان؟ أنت أيضا كم ترتيبك السنة الماضية في الصف؟ ما أعرف. كيف الفصل الدراسي الأول كنت الأول. والفصل الدراسي الثاني؟ ما أعرف، روحت مصر بدري. أنت رجعت مصر قبل ما تطلع النتيجة. ولما جيت ما سألت؟ لا ما سألت.
أكيد الأول، ما دام الفصل الأول الأول يعني الفصل الثاني إن شاء الله الأول. ممتاز. إيش الكتب اللي تحب قراءتها عادة؟ القصص. القصص. عشان كذا اخترت لي قصة. قصة النبي عيسى. ممكن تسمعني إياها؟ قصة تبدأ بسيدنا عمران عليه السلام. عندما تزوج وأنجب السيدة مريم. وكانوا يتمنون أنهم ينجبوا ولد حتى يراعي بيت الله في المقدس. وبعدها كبرت مريم وتوفى والدها. فكانوا يبحثون عن ما يكفلها. والناس يعني تنازعوا على من اللي يكفلها. كلهم يريدوا يكفلوها. لأنها يعني كانت محبوبة بين الناس. وفي الآخر كفلها سيدنا زكريا عليه السلام. عليه السلام. وفي يوم جاء سيدنا جبريل وعلى شكل رجل صالح. وقال لها إنها بتنجب ولد. فقالت له استغربت وقالت له كيف تنجب ولد وهي ما متزوجة. فقال لها يفعل الله ما يشاء. جميل. وبعدين أنجبت سيدنا عيسى عليه السلام. وقال لها يعني إنها يعتبر صيام، إنها ما تكلم حد. وإذا حد كلمها تشاور على سيدنا عيسى. فلما راحت لقومها قالوا لها كيف أنجبت شخص ولد، فراحت وهي مش متزوجة. أيوه. فأشرت على سيدنا عيسى. فقالوا لها كيف نكلم ولد لسه في المهد وما يعرف يتكلم. فراح رد عليهم وبراها من الشكوك. يعني الولد الرضيع تكلم. أيوه. وبرأها من تهمهم. أيوه. ممتاز. وبعدين بعد فترة اتعلم الكتابة. كبر طبعا يعني. وتعلم التوراة ثم انزل الله عليه الانجيل. ودعا الناس يعني انهم يؤمنوا بالله. جميل جميل. وقصة سيدنا عيسى المعروفة. ايه. ممتاز. انت ايضا تحفظ اناشيد واشعار. مثل ايش؟ لوحة الزمن للمتنبي. لوحة الزمان للمتنبي. ايه. ممكن تسمعني اياها؟ صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعاناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان، وكأن لم يرد فينا بريب الدهر حتى عانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في قناة سنانا، ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانا، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، ولو أن الحياة تبقى لحيا لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا، كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها وإذا هو كان. الله. جميل. قصيدة جميلة. حفظك جميل يا أحمد. هذه عندكم في المنهج الدراسي؟ أيوه. المنهج اللي في عمان ولا اللي في مصر؟ لا في عمان. اللي في عمان. وانت حفظتها. حافظ قصائد اخرى من المنهج؟ ايوه. اي قصيده؟ قصيده رساله التهامي لابن الاصغر. ممكن تسمعنا؟ حكم المنيه في البريه جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار، طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الأقزاء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار، قد لاح في ليل الشباب كواكب إن أمهلت آلت إلى الإسفار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري، عجل خسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنة الإبدار، واستل من أترابه ولداته
كالمقلة استلت من الأشفار، فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار. الله، قصيدة جميلة وحفظك جميل يا أحمد. أنت متفوق في الدراسة ولكنك أيضا تحب لعب كرة القدم. إيه. متى تلعب؟ في الأجازة الأسبوعية. الأجازة فقط، خميس الجمعة والسبت. وإيش مركزك في اللعب؟ يعني ساعات ألعب بهجوم وساعات حارس. يعني ما عندك حل وسط، يا هجوم يا حارس. إيه. من اللعيبة العالميين اللي تحبهم؟ كريستيانو رونالدو. لاعب ريال مدريد. إيه. جميل. وإيش أمنيتك تصبح لما تكبر؟ أريد أصبح عالم في الطب. عالم في الطب. إيه. عشان تكون مثل أبوك. إيه. أبوك طبيب. طبيب إيش بالضبط أبوك؟ أخصائي بطن وقلب. أخصائي بطن وقلب. تتمنى تصبح عالم في الطب. أنت تشير طبعا كذا علامة الموافقة. أيه. عشان تصبح يعني تفوز بجائزة نوبل مثلا في الطب. نعم. إن شاء الله إن شاء الله تتحقق أمنيتك، وأنت طالب ذكي ونبي، وإن شاء الله قادر على تحقيق هذه الأمنية. إيش بتعمل عشان تحققها؟ بالتزم في الدراسة. وأهتم بالمادة الأحياء. العلوم الأحياء تحديدا. جميل جميل. وإيش الحكمة اللي تعجبك؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. إيش معنى؟ يعني الوقت يجيب سيف ويقطعنا ولا إيش؟ يعني إذا أنت ما سيطرت على الوقت. الوقت راح يمر بسرعة شديدة. ما تلحق تسوي شيء. ممتاز. وأنت تسيطر على الوقت؟ تقريبا. تنظم وقتك يعني؟ تقريبا شوي. احكي لي كيف تنظم وقتك في اليوم؟ يعني ارجع من المدرسة. واصلي واتغدى وبعدين انام شوي. بعدين اصحى اذاكر. تصحى الساعة كم؟ يعني بالليل؟ الساعة 6 عن المغرب. 6 5 ونص. تذاكر حتى الساعة كم؟ يعني اخلص اللي عليه كله. يعني ممكن ياخذ 3 ساعات هذا اللي عليك؟ ممكن. ممتاز. وتحضر لدروس لغات؟ ساعات ساعات. ولا فقط تكتفي بمراجعة دروس اليوم؟ يعني إذا كان درس الغد صعب أحضره شوي. ممتاز. أنت رائع يا أحمد، شكرا جزيلا لك. أحمد خالد أحمد الطالب المصري بمدرسة أسعد بن زرارة، البالغ من العمر 14 عاما، على هذه الدردشة الجميلة معك. عفوا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.